السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحييكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازول الفله في البدايه، كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يلقاكم بصحه وبعافيه ان شاء الله، وتكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. اخواني، خرجت النتيجه ديال الانتخابات التشريعيه ديال البارح ديال 8 شو تنبير، وبانت معايا النتيجه. هاد النتيجه ديال هاد الانهيار والسقوط المدوي ديال حزب العداله والتنميه الاسلامي، انا كنت متوقعو من نهار دخلوا السلطه، او لا حتى من قبل ما يدخلوا السلطه كنت عارف ان غادي يجي واحد النهار وغادي يطيحوا واحد الطيحه غيتهرس فيها العنق ديالهم، وهذا اللي وقع البارح. من بعد سنين طويله، 10 سنين ديال السلطه، في الاخير جا الشعب وعاقبهم واحد العقوبه قاسيه، وتم عدم تصويت عليهم في يعني في الانتخابات التشريعيه، وجابوا واحد المقاعد هزيله بزاف. ف كيفاش تحولنا من واحد الحزب اسلامي اللي كانت عنده واحد الشعبيه كبيره الى واحد الحزب منبوذ، واحد الحزب يعني الشعب المغربي ولا كيصوت، ماشي كيصوت، كيصوت المرشحين ديالو الاعضاء ديالو في الشارع. وبالمناسبه بين قوسين، الفيديو اللي سبق كنت تكلمت على داك العنف اللفظي وشبه الجسدي اللي تعرض ليه عمده فاس، اللي هو عضو ديال المرشح ديال العداله والتنميه، او لا عضو في العداله والتنميه، اللي هو مول بيليكي، داك السيد بيليكي ازامي، انا مشجعت على العنف ومشجعت على التهديد بالقتل. لا، انا قلت السبب اللي خلى هذاك يعني يقول هذيك الهضره ويهضر بداك الاسلوب اللي حتى شي واحد ما كيقبلو مع العمده ديال فاس. علاش؟ لان عمده فاس اللي هو يعني مرشح في الانتخابات، ما هذاك السيد ودوك الناس سكان فاس ما شافوه حتى وقت الانتخابات. فانا ضد هذيك القضيه ديال التهديد بالعنف، وضد هذيك القضيه ديال يعني العنف اللفظي لاخره، لكن راه نكون واقعيين، هاد الناس هادو كيتحملوا واحد المسؤوليه كبيره، لانهم ما اهتموش يعني بالانسان، بجوهر الانسان، بتربيه الانسان، بتنميه الانسان، ما تهموش بها. الانسان عندهم هو واحد الصوت، كيمشي لذاك مكتب التصويت وكيصوت صافي عليهم. فكيفاش تحولنا من واحد الحزب اللي كانت عنده شعبيه كبيره قبل 2011 الى هذا الحزب هذا المنبوذ؟ انا قبل 2011 كنت دائما كندخل معاهم في سجال وفي معارك مع الدباب الالكتروني ديالهم، وكنت كنتعرض لواحد الهجوم ما نقولش لكم. يعني كانوا عندهم نزوقة، كان الشعب المغربي كله كيدافع عليهم. اللي هضرتي معاه يقول لك انت كافر ملحد، لانك كتحارب الله ورسوله وكتحارب الاسلام وكتحارب هذا الحزب العداله والتنميه، اللي هو غادي يجي غادي يدير لنا الشريعه وغادي يدير لنا ما نعرف شنو، ويطبق الحدود ويقيم شرع الله ويحارب الفساد الى اخره. وانا كنت كنقول لهم عباد الله، هادو راه غادي يديروا لكم والو، ما يديروا لكم والو، لان العبر في التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. كعندنا تجارب في التاريخ يعني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى الان، نفس الاحداث كتكرر، نفس الوقائع كتكرر. حزب العداله والتنميه هو نتاج ديال واحد الفكر ديال الاخوان، بغينا ولا كرهنا، هذا الواقع. وهاد فكرة الإخوان عنده الإنيفورم. ما معنى الإنيفورم؟ يعني السمع والطاعة، السمع والطاعة لمن؟ الشخص والإيديولوجية، وكيخدم بنفس الطريقة، نفس الطريقة اللي كاينة في الكتاب ديال الإخوان، اللي عند حسن البنا ولا قطب. فشفناهم فشلوا في تونس، شفناهم فشلوا في مصر، شفناهم فشلوا في دول اخرى، ها هما فشلوا في المغرب. علاش فشلوا في المغرب؟ لانهم كانوا كيعطيو واحد الصوره على راسهم اللي هي ماشي صورتهم الحقيقيه. يعني قبل ما الشعب المغربي يعرفهم في السلطه، كانوا كيصوروا راسهم على انهم ناس مقدسين وناس كذا وناس كيخافوا الله وناس هذا وناس يديهم طاهره، لكن فاش دخلوا السلطه عرفنا الجوهر ديالهم وعرفنا حقيقتهم. الشعب المغربي عرفهم مزيان، ولا ها اللي كيتزوج ويطلق، ها اللي الطوموبيلات، ها الفيلات، هادي الى اخره، ولا ممتعين راسهم ونساو الشعب. الحاجه الثانيه اللي هي مهمه بزاف،
ما عندهمش برنامج، ما عندهمش برنامج، ما كاينش برنامج دنيوي علمي اللي يحلوا مشاكل الشعب المغربي، لان الخطاب ديالهم هو هما خطاب ديال برنامج ديني، برنامج سماوي. كاين فرق ما بين الدين والسياسه. وانا فاش كنت كنقول هذه الهضره كنت كنقول لهم راه يجيو غادي يفشلوا لانهم كيخلطوا الدين بالسياسه. كيقول لي انت علماني ملحد كافر الى زنديق الى اخر اما وبرحقت عيبت الله. خليوا الدين نقي، ما توسخوش الدين بالسياسه. ها موسخوا الدين بالسياسه وبانوا انهم ما فيديهمش. واش دابا عندنا الحق حنا نخرجوا نقولوا ان الاسلام دين فاشل؟ لانهم هما دائما كانوا كيصوروا راسهم على انهم هما الاسلام. واش دابا الاسلام دين فاشل؟ دابا في هذه الحاله ديال الحاله والتنميه ولا مات العداله والتنميه، هذه الحاله هذه شكون اللي فشل؟ واش فشل الاسلام ولا فشل الحزب ديال العداله والتنميه؟ هنا فين كاين المشكل؟ فالترابط هذا ما بين الدين وما بين الحزب خصنا نحيدوه. ماشي يعني ماشي الحزب، الاحزاب السياسيه كل احزاب الدينيه كلها، فهما ما عندوش برنامج. هذاك البرنامج اللي كيحاولوا انهم يقولوا راه كاين في الاسلام، هذاك راه برنامج ديني سماوي. كاين فرق كبير بين برنامج سماوي وبرنامج ارضي. حنا الان عايشين في واحد العالم معقد، في كل شيء معقد، الاقتصاد معقد، السياسه معقده، كل شيء معقد. يمكنش لي انت غادي تجيب هذاك البرنامج السماوي اللي انت وهمتي انه راه كاين وانه راه فعال لحل مشاكل المغاربه، وتجي تحاول يعني تدخل في هاد المشاكل الاقتصاديه والمشاكل السياسيه والمشاكل الاجتماعيه المعقده باش تحلها. هنا كاين مشكل كبير الاخوان، مشكل ديال الايديولوجيا في حد ذاتها. ناس ما عندهمش ايديولوجيا، ناس ماشي واقعيين، ناس عايشين في الاوهام، ناس عايشين في الخرافه. فالان فاش طلعنا للمسرح وطلعنا للمنصه بانوا انهم ما فيديهمش، بان انهم ما عندهمش لا برنامج لا سياسي لا اقتصادي لا اجتماعي لا والو. مازال ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو نشرح لكم التفاصيل هذه القضيه ديال الاسلام السياسي او الاحزاب السياسيه الاسلاميه، علاش كتوصل لهاد الحتميه ديال السقوط. يعني من كدير ديك رحله البطل كما كيقولوا ليها، يعني كتبدا من القاع كتطلع للقمه وكتنزل عاوتاني للقاع. ف سقط حزب العداله والتنميه، طلع داك برنامج حزب الاحرار، وموراه طلع البام. انا خايف كل صراحه نقول لكم الخوت، خايف تكرر ديك القوله ديال كتبدل صاحبك اللي مكرف منه. خايف نبدلو ناس انتهازيين ديال الدين نبدلوهم بالانتهازيين ديال المال. هادشي مناش خايف، انا خايف من المشهد ديال ديك الدائره اللي كانت دايره بحسني مبارك رجال المال. خايف تعاود، خايف انهم الى زادوا تشبتوا بالسلطه يسخروا كل مخدرات البلاد المصالح ديالهم والمشاريع ديالهم، وتزيدوا يفقروا الشعب ويبيعوا الشعب الوهم، ويستعملوا الاعلام باش يقولوا للشعب المغربي واحد النتائج اولا واحد الانجازات اللي ما كايناش. خايف يكونوا انهم من دوك النوعيه ديال حكومه ديال تيران. تيران هما دوك الحكومات اللي كيسوقوا النتائج الوهميه، يعني كيبغيو يقولوا الحقيقه كما بغاوها هما تكون، ماشي الحقيقه كما هي. فهادشي انا مناش خايف، خايف انا من الصعود ديال هاد رجال الحزب، رجال الاعمال، حزب الاحرار. خايف ان يزيد طين بله، هادشي مناش خايف انا. خايف انهم يبيعوا الشعب ويبيعوا مقدرات الامه ويستغلوا كلشي ويحاولوا انهم يدمروا مصالح اولا المؤسسات العموميه باش يعوضوها بالمصالح اولا المؤسسات الخاصه ديالهم. غادي نشوف. انا عندي صراحه ما نكذبش عليكم، عندي تخوف كبير من صعود هذا الحزب الاحرار، وغدا لناظره قريب.
لكن في الاخر الحمد لله احنا عندنا ملكيه في المغرب اللي هي صمام الامان. شتي هنا دابا فين كتبان، فين كتبان القيمه الملكيه عندنا في المغرب. يعني دابا هاد الاحرار هادو ولا هاد العداله والتنميه ولا هاد الاحزاب ديال الكرتون يديروا اللي بغاو، في الاخر عندنا ملك اللي هو الدراع اللي حامينا، حامي الشعب. اخواني نتمنى ان الفيديو هذا يوصل الرساله اللي بغيت نوصلها. تحياتي لكم ونعاودوا في فيديو جديد. شكرا.